السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ هذا الفيديو غيكون قصير بزاف، درته غير باش نوضح لهاد المساله بالنسبه للبنات المتتبعات اللي كيقولوا لي خلينا الرقم ديالك ما ديروهاش ملي قلت الصواب، راه ماشي ما كنبغيش نخلي الرقم ديالي، بالعكس على راسي وعينيا والله العظيم، ولو كان انني انا ما نبغيش نتواصل معكم حتى فيسبوك ديالي هو ما غنخليش لكم في هذا فلاشين. علاش ما كنخليش الرقم ديالي؟ ما نقدرش نخلي الرقم ديالي من دابا، سيرتو ان لاشي ديالي باقا صغيره، راكم عارفين من هادوك اللي كيديروا لي ديسلايك هادوك راهم يبينوا لكم شحال، يعني راه شحال تبارك الله ما شاء الله، من بدايتي الناس باغي ليا الخير، من بدايتي الشك في طريقي، الله ياخذ فيهم الحق. ماشي مشكل موضوعنا ماشي اليوم، قلت لكم حتى تكبر ليا ان شاء الله لاشين باذن الله لسهل الله، واكيد غادي نخلي الرقم ديالي، غادي يعني نديرو في فيسبوك، نديرو في هكا فلاشين، يعني رقم الخدمه غادي يولي عادي جدا. مي دابا باقا لاشين صغيره، راه ما يمكنش اي وحده غتدخل راه مزيانه، اي واحد غيدخل راه مزيان، فهمتوني؟ دابا لاشين راه ماشي كيطلع غير عندكم نتوما، راه كتطلع تقريبا راه ولات كتطلع عند بزاف ديال الناس في يوتيوب، فهمتوني؟ بما انني وصلت لواحد العدد راه كطلع عند جميع اليوتيوبات كاملين، وكيشوفوها الناس يعني بهذا المصطلح كيشوفها الطالح والصالح، ماشي كيشوفوها غير الناس مزيانين، يعني يقدر شي حد يهز المرة ديالي يبغي غير يصد عليا في دماغي، تقدر شي حد يهز المرة ديالي يصد عليا في دماغي غير هكاك، فهمتوني؟ يعني والرقم هذا باش هذا الرقم هذا هو انا باش خد، هو ديال العائلة، هو ديال الخدمة، هو ديال كلشي، ماشي ديال شي رقم اخر الخدمة باش غادي يعني نخدم مثلا غير وقت الخدمه غير وقت وصافي، يعني هذا هو الرقم ديالي انا، هذا هو رقمي الشخصي، رقم ديال العائله، ديال الخدمه، ديال كلشي. ان شاء الله ملي تكبر لاشين ديالي وكيف ما قلت لكم غادي نحاول ندير شي لاباج فيسبوك حتى نولي يعني غادي تولي اوبليج عليا غنحط الرقم ديالي ونهزوه مرحبا على راسي وعينيا، اللي بغات اي حاجه مرحبا. حاليا راني الطريقه باش غنتواصل معاكم باش غنعطيكم الرقم ديال الواتساب، راه كنقول لكم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في فيسبوك ديالي ندى يحيوي، دائما كنخلي لكم في صندوق الوصف، وبزاف ديال الناس ما كيعرفوش صندوق الوصف. صندوق الوصف واحد لافليش كتكون تحت الفيديو كتكليكي عليها كيهبط لك المعلومات اللي راهم من تحت، هذوك هما اللي كيتسموا معلومات كيكونوا في صندوق الوصف، دائما كنخلي فيه فيسبوك ديالي ندى يحيوي بالعربيه، كتبوها في روشيرش بالعربيه ندى يحيوي، غتطلع لكم صوره البروفيل بحال الصوره ديال القناه ديالي تماما. صيفطوا لي انفيتاسيون اللي ما درتش ليها اكسبتي، صيفط لي ميساج، دائما كنقلب في روشيرش ديال الميسنجر باش راني كنستقبل الرسائل هكا ديال البنات، حيت ما كندخلش ما كنشوفش اللي مصيفط ليا انفيتاسيون بزاف، ما كنشوفش هاد الجهه بزاف، يعني كنركز اكثر على الميسنجر. صيفط لي اختي، خديت هادي من قناتك باش نعرفكم بلي جايين من قناتي، تما غنخلي لك رقم واتساب ديالي ونكملوا التواصل ان شاء الله عبر واتساب، فهمتوني البنات؟ مرحبا بكم والف مرحبا. المهم ما عرفتش واش دخلت غتشوف هذا الفيديو، المهم هذيك الساعه ما والله ما عرفتش كيفاش دابا، حيت اللي غتدخل جديده غضروري غتبقى تقول لي الرقم الرقم الرقم، كنظنش هذا الفيديو هذا غيبقى طالع، والله ما عرفت. المهم يدير الله خير البنات اللي راهم عندي دابا، راهم يستافدوا من هذا الفيديو باش يعرفوا شنو كاين، اللي بغات شي حاجه مرحبا تواصل معايا في فيسبوك ديالي، تما نعطيها الرقم ديالي على راسي وعينيا في لي كومونتير، ما نقدرش نخلي كيف ما قلت لكم راه رقمي يقدر يهزو اي واحد، فهمتوني؟ وهكا اللي تبغوا نفوتكم بغيو ليا، ما يعني اصلا راه تبارك الله ما شاء الله الواتساب ديالي ما كيزغاش نهار كامل، شي وحدين كنجاوبهم اليوم، شي وحدين حتى لغديش، يعني على حساب الوقت اللي راه عندي انا وعلى حساب حتى النفسيه ديالتي واش راه مرتاحه. مرحبا بكم، غير صيفطوا لي في ميسنجر راني كنوعدكم غادي نجاوب اي وحده، واي غير خلي لها واتساب ديالي والله العظيم مرحبا بكم. يلا تهلاو في راسكم، نستمع لكم الساعه.